بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طبعا كلنا بقى داخلين على فصل الشتاء ويعني ايه بقى فصل الشتاء يعني البشرة تبقى جافة محتاجة على طول ان انت تقشريها وترطبيها ولازم تهتمي بيها طيب هنعمل النهاردة ايه هنعمل مع بعض مؤشر وفي نفس الوقت ايه ماسك كده لتفتيح وترطيب وتنظيف البشرة اول مكون يا بنات هيكون معايا هو الشوفان هاخد معلقة من دقيق الشوفان زي ما احنا شايفين كده خد معلقة من دقيق الشوفان تاني مكون معايا بنات هيكون الرز المطحون يا اما بتطحنيه في البيت او بتجيبيه من عند العطار او اي سوبر ماركت موجود دلوقتي مطحون جاهز طبعا عايزه اقولكوا ان الشوفان من الحاجات الحلوه جدا اللي بتقشر البشره وبتنضفها بعمق وكمان بتفتح البشره والرز يا بنات بيعالج التجاعيد وبيشد البشره وكمان مبيض حلو جدا للبشره المكون اللي بعد كده هيكون ايه هيكون زبادي بلدي او يا طبيعي هاخد معلقه كده من الزبادي زي ما احنا شايفين هضيف عليها يا بنات طبعا الزبادي ترطيب وتفتيح للبشرة هاخد معلقه من عسل النحل طبعا عسل النحل يعني مضاد حيوي ومضاد للبكتيريا حلو جدا للبشرة وكمان بيدي ترطيب ولمعان حلو جدا للبشرة زي ما احنا شايفين كده هاخد المكونات دي كلها بقى إيه؟ اقلبها مع بعض وهشوف لو احتاجت زبادي هضيف لها زبادي لو عندك ميه ورد ممكن نضيف ميه الورد تكمل الزبادي هقلبهم مع بعض ونرجع تاني خلاص يا بنات انا قلبتهم مع بعض بس هحتاج كمان ممكن لو عندك زبادي حطي كمان زبادي عندك لبن حليب حطي لبن انا هحط كمان ايه معلقه ميه ورد كده علشان ايه ترتبلي لي البشره بحب احط ميه الورد في الوصفات بتاعتي هقلبهم تاني مع بعض زي ما احنا شايفين كده يا بنات ده القوام اللي انا محتاجاه طبعا انا خدت منه حطيت على ايدي كده هستنى بقى لما ينشف حوالي تلت ساعه هينشف معاكي وهتبداي بحركات دائريه تفركي كده الماسك لحد ما تشيليه طبعا مع الفرك بيشيل الجلد الميت وبينظف لك البشره بعمق طب وبعد كده هنعمل ايه بعد كده بتشطفي بشرتك بميه دافيه او فتره وبعد كده على طول بميه بارده لو عندك مكعبات تلت لازم تحطي على البشرة كده تقفلي المسام ما عندكيش عندك طبعا مية ورد حطي مية ورد حلوة جدا بتقفلي المسام وعندك كمان مرطب المرطب بتاعك او الزيت اللي انت بتفضليه تبدأي تدهني بيه بشرتك بعد الماسك ده الماسك ده بنات حلو جدا زي ما قلت بيفتح البشرة بينظفها بيقشرها وكمان بيشد البشرة وبيعالج التجاعيد ماسك حلو جدا جربوه مش هتندموا طبعا بتستخدميه مرتين في الاسبوع ويعني بعد ما تستخدمي كده تحسي ان بشرتك نضفت تحسي كده ان هي وردت حلو جدا الماسك ده يا بنات عن تجربه بتمنى الفيديو يعجبكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبك اعملي لايك وشيريه ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته